السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الماستر هيثم الزرعوني. حلقتنا اليوم خاصة بتمارين لياقة مدمجة مع كيس الملاكمة، خلوكم ويانا. قبل ما نبدأ تمارين اليوم تحتاج تلبس قفاز لتأدية هذه التمارين لتجنب احتكاك الجلد، ممكن يسبب لك إصابة هذا الشيء. التمرين الأول يؤدى بطريقة البطن وما يسمى الضربات المستقيمة، مكون من حركتين بطن ما يسمى الضربات المستقيمة المسمى بالجاب كروس، يؤدى بهذه الطريقة. هذا التمرين يشغل عندك منطقة البطن بشكل كامل بالإضافة إلى الذراعين والجزء العلوي عن طريق الضربات هاي. بهاي الطريقة تحرك سعرات حرارية عالية، التكرارات تكون ب 15 إلى 20 تكرار في كل جلسة، الجلسات 3 جلسات تكون مناسبة. التمرين الثاني يؤدى من حركة البلانك وهي الثبات، تركز هاي الحركة في الجزء العلوي وجزء البطن، كذلك عملية الشد، من ثم ندخل في ضربات الجانبية القصيرة المسمى بالهوك بهالطريقة. بإمكانك تعيد التكرار إلى 30 مرة يكون مناسب للمستوى المتقدم، 20 مرة للمستوى المبتدئ. التمرين الثالث مكون من حركتين كذلك، الحركة الأولى قرفصاء من ثم الدفع، قرفصاء ومن ثم الدفع بالرجل هالشكل، تكرارات دفع 10 مرات لكل رجل. التمرين الرابع مكون من حركتين كذلك، تمرين الطعن تنزل برجل واحدة من ثم ضربة الركبة على الكيس، تنزل على الركبة على الكيس، تنزل والركبة على الكيس. التكرارات بتكون لكل رجل 10 تكرارات، اليسار خلصتها من ثم تجدم، اليمين جدام، تنزل وتؤدي التمرين بهالطريقة، تنزل وتؤدي التمرين بهالطريقة. للحصول على مكونات اللياقة البدنية والجسم المتناسق يجب أن يتضمن جدولك التدريبي عدة عناصر، منها تمارين هوائية، تمارين رفع الأوزان، تمارين مرونة، وتمارين شد الجسم. نشوفكم الحلقات القادمة، تحياتي.